ونورهان إبراهيم نزلت مكان ندى ناجي. نورهان إزايك؟ الحمد لله. بتشاركي الأول مرة؟ تمام. إحساسك إيه؟ يعني حاجة غريبة كده، أنا البرنامج اللي كنت بتفرج عليه في التلفزيون بقيت قاعدة جواه في الاستوديو، يعني ولسه بقى لما تتفرجي على نفسك ده فيلم تاني خالص. بصي مريم بتضحك ازاي، اصلا شافت نفسها كتير. عايزه تبقي بروجرامر كويس، عايزه حاسبات يعني. تتخصصي في ايه؟ تخصص بالظبط يعني سايبر سيكيورتي. حاسه ان هو مهم في الوقت اللي احنا فيه، ان التكنولوجيا عامه بقت في كل مكان، فالامن حاجه مهمه يعني، ان هو احنا لازم نبدا يعني نطور المجال ده كويس. سمعت ان انت بتشتغلي بايديك كتير قوي، بتعملي حاجات كروشيه وتطريز، بتعملي ايه؟ يعني انا شغاله في بحب ان انا اعمل الطرات واعمل بالكروشيه وتويكو يعني. بس هو الفكره بتعملي لمين؟ للبيت؟ بعمل ساعات هدايا لاصحابي يعني، وانا مش شغاله فيها. عملت لك حاجه يا مريم؟ لا لسه. لسه عارفاه قريب يعني. طب يا مريم، هو عملت لك كوفيه. مريم هتستنى كوفيه وهسألك المرة اللي جاية خدت كوفيه ولا لأ. أنا عجبني جدا إن النهاردة مريم وعمر وكريم كانوا في مدرسة واحدة. النهاردة مريم وعمر بيلعبوا ضد كريم. إحساس الحقيقة حلو يعني. عشان كده في أول حلقة ما بقول لمريم مين هيبتدي؟ كريم اللي ابتدي. كريم. كنتوا فريق واحد، النهاردة بقيتوا فرقتين. جميل جدا. ودلوقتي مع الفقرة التانية، فقرة المعرفة.